ما هو أكبر بناء في العالم؟ يسمى بمركز القرن الجديد العالمي. يعد مركز القرن الجديد العالمي بالإنجليزية New Century Global Center، وأكبر مبنى في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحته 1,672,000 متر مربع. يقع هذا المبنى في مدينة تشينغدو الصينية، وقد تم تطويره من قبل شركة صينية تدعى مجموعة السياحة والترفيه، وافتتح في شهر يوليو من سنة 2013، وذلك بعد 3 سنوات من البناء. ويشار إلى أن المبنى يضم العديد من الفنادق وحلبة للتزلج وجامعة، بالإضافة إلى متنزه مائي يبلغ طول شاطئه الاصطناعي حوالي 5,000 متر مربع. وصف لمركز القرن العالمي الجديد. يعد مركز القرن العالمي الجديد أكبر مبنى قائما بذاته في العالم، حيث يتسع لما يقارب 20 دار أوبرا سيدني في داخله، كما يرتفع السقف الزجاجي الخاص به إلى 100 متر، ويحتوي على إضاءة اصطناعية خاصة تمنح الزائرين الدفء على مدار 24 ساعة في اليوم. هذا عدا عن وجود العديد من مراكز التسوق والمتنزهات المائية، وقرية تبلغ مساحتها 19 مترا مربعا. ويتميز المركز بكونه عامل جذب سياحي إقليمي مهم، حيث يهتم الزوار بمشاهدة أكبر المباني في العالم من الداخل، وقد صمم ليكون مدينة قائمة بذاتها، حيث يضم فنادق خاصة تحتوي على 2000 غرفة، وشاطئ رملي يبلغ طوله أكثر من 1 كيلومتر. تم تصميم المركز العالمي كواجهة لمدينة صغيرة، حيث يعد بناء هندسيا متعدد الاستخدامات، كما يضم العديد من المباني التي تعد مصدر جذب سياحي مهم، التي توفر كل ما يحتاج إليه السائح. ومن هذه الاحتياجات حديقة جزيرة بارادايس المائية. تضم هذه الجزيرة مياه بحر اصطناعي وأكبر أمواج داخلية في العالم، ويتواجد فيها أكبر شاشة ليد في العالم، والتي يمكن من خلالها استعراض المشهد الرقمي، حيث يبلغ طولها حوالي 150 مترا وترتفع إلى حوالي 40 مترا. هذا بالإضافة إلى كونها تعزز عروض الموسيقى الرائعة وعليه، فتعتبر ملاذا رائعا لسكان مدينة تشينغدو في الصين، والتي تبعد مئات الأميال عن البحر. مركز انتركونتيننتال تشينغدو العالمي هو عبارة عن سلسلة فنادق تقع ضمن المركز العالمي، حيث تضم العديد من الغرف المطلة على الشاطئ الرملي بمشهد أشبه بالبحر الحقيقي، ويمكن حجز الغرف فيه بسهولة من خلال خدماته المقدمة على الإنترنت. من مواصفاته الداخلية أيضا، يوفر هذا مركز القرن العالمي الجديد للزائر مناخا مشابها لمناخ البحر الأبيض المتوسط، كما يتيح فرصة إمكانية ركوب الأمواج والتزلج على الجليد من خلال حلقة الجليد الموجودة فيه.